الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، في سوريا، في كردستان، في المحجر، مرحبا. مما لا شك فيه أن هنالك مستويات متعددة لخطاب الكراهية موجود ما بين الكرد والعرب. هذا الخطاب يرتفع أحيانا، ينخفض أحيانا أخرى، لكنه موجود. في هذا الفيديو وربما في فيديوهات لاحقة سأحاول تفكيك بعض مفردات هذا الخطاب وإثارة بعض الأسئلة والأفكار في مسعى نقد ونقض هذا الخطاب لما له من آثار سلبية كارثية. أقل شيء يعني تنتجه هذه الكراهية وسوء الفهم، والكراهية تتحول إلى نفس عدواني في التعامل، وربما يعني تصل إلى مستويات أخرى من الفاشية والشوفينية من الجانبين، من الجانب الكردي ومن الجانب العربي. أنا من جانبي ككردي وكسوري سأركز على بعض التفاصيل التي أراها، يعني أنا ضمن هذا الخطاب لما أتعرض له من استهداف، سواء من التعليقات أو مما يصلني يعني في الجلسات الضيقة من آراء أقلها يعني شأنا انفصالي، صاحب خطاب عنصري يمارس التورية، كل هذه التفاصيل التي تظهر علنا وتبقى أحيانا سرا يعني ضمن القاعدات النميمة الخاصة لبعض الأخوة العرب، وهم ربما يعلمون أو لا يعلمون أن يعني شذر هذه النمائم تصلني يعني في هذا الخصوص. وللأسف أنه البعض منهم يعني مثقفين ومتعلمين وديمقراطيين وعلمانيين وكذا، ويحاولون أحيانا توريط العرب، يعني العرب خارج البيئة السورية، ويعني توريطهم في هذا المستوى من التناول والخطاب من قبل طبعا السوريين. يعني البعض ينزعج من شرب القهوة وصوت القهوة ولا يركز على الأفكار ويركز على مسائل أخرى، مش مشكلة. عموما يعني المرء أحيانا يعجب بشيء، قد يكون هذا الشيء يعني فكرة، مكان، لكن الإعجاب المرحلة الأولى أنه يحب أو يعشق هذا الشيء، لكن الإعجاب لا يعني أنه هنالك حب، وقد يكره هذا الشيء، لكن الكراهية، مستوى الكراهية أيضا لا يعني أنه أن يعتبر هذا الشيء الذي يكرهه في مقام العدو، يعني وجود هذا الشخص منوط بالإطاحة وإزالة هذا الشيء الذي لا يحبه، يعني أو يكون له البغضاء أو الكراهية. لا يتعامل بمسألة أنه يعني أنه خلاص هذا عدو ينبغي أن أستأصله، يعني كل شيء أكرهه فهو عدو، وكل شيء أعجب به فهو يعني حبيب وصديق. وأحيانا نحن نعجب ببعض الخرافات لكنها تبقى خرافة وغير حقيقة، ويعني لا تتمتع بالمصداقية، رغم أننا يعني نعجب بها. يعني قد يعجب شخص ببعض الأقاويل والشعارات التي يقولها هذا الكاتب أو تلك الكاتبة، وبخاصة السياسية منها، لكن هذه الشعارات غير حقيقية، نعجب بأشياء غير حقيقية غير موجودة. يعني المؤدلجين، الأشخاص المؤدلجون، سواء يعني ضمن شرانق
أيديولوجية دينية أو دنيوية دائما تستبد بهم هذه الحالة، حالة الإعجاب بأشياء غير حقيقية أو غير واقعية. عموما السؤال يعني هذا مدخل لسؤال، أنه ما الأشياء التي اقترفها الكرد لكي يروا هذا الصد والكراهية والنفس العدواني من قبل بعض العرب؟ الأكراد شو سووا؟ يعني ما هي الأشياء التي ينبغي عليها للكردي فعله لكي يحظى برضا واستحسان وإعجاب ومحبة محيطه العربي أو التركي؟ أو الشيء الوحيد الذي يتسبب في إيقاج أو إشعال شرارة الكراهية هو بقاء الكردي محافظا على هويته وكينونته وشخصيته ولغته، سواء في تركيا أو في البلدان العربية. لكن أنا بجدية أطرح هذا السؤال على النخب العربية، ما هي؟ أتمنى أن يعني أن يصنفوا لي أو يذكروا لي بالتحديد ما هي الأشياء التي اقترفها الكرد كشعب حتى يحظى بهذه هذا الانطباع السلبي، لنقل يعني في عدم الرضا، ما نقول الكراهية، والموضوع كراهية. ف عندما تأتيني قائمة بهذه كي ألتفت لنفسي، ربما أنا أيضا قد اقترفت جزء من هذه الأشياء التي تجر علي كراهية الأخ والشقيق العربي. ما الشيء الذي يعني يجعل يعني مسألة عدم الظالم والمظلوم، يعني مفهوم لماذا المظلوم ليس مجبرا على يعني الهيام بظالمه أو كراهية ظالمه أو عدم الرضا عن ظالمه؟ ما في حدا رضيان عن الظالم تبعه، لكن ما الشيء الذي يدفع الظالم أنه يكره المظلوم؟ الموضوع أنه حتى لغويا كلما قلت المظلومية كلما تحرر الظالم، أو عفوا المظلوم، كلما قلت المظلومية تحرر المظلوم وخفت حمولة الظالم، فبتصير حالة من المساواة ما بين الظالم والمظلوم. إذا انعدم يعني صار في توازي، يعني ما للمظلوم من حقوق وواجبات هي نفسها ما للظالم من حقوق وواجبات، وقتها بيصير توازن، وبانعدام الظلم تنعدم أسباب الكراهية والبغضاء ما بين يعني الظالم والمظلوم. هذا الظالم لديه سلطة، حتى ولو هي سلطة معنوية، وربما لا يكون حاكما، لكن ضمنا يرى في الحاكم الكردي، إن كان الظالم كردي مثلا، يرى في الحاكم الكردي أسوة حسنة أو قدوة أو شيء يحافظ له على كينونته. كذلك العربي، ربما هذا الإنسان العادي المواطن السوري أو العراقي غير راضي عن الظلم العام، لكن فيما يتعلق الظلم الجزئي اللاحق بالأكراد نراه بشكل أو بآخر يشرعن أو يتغاضى أو يشكك في ظلم الظالم العربي حيال المظلوم الكردي. يعني هذه النتيجة، يعني أنا
اكتشفتها وأستطيع التأكيد عليها من خلال تواصلي مع أوساط متعددة من العرب، الوسط السوري أولا، والوسط الفلسطيني، والوسط اللبناني، والوسط المصري، والجزائري، والمغربي، والتونسي، والوسط الخليجي. كلما ابتعدنا عن بغداد ودمشق وجنوبا وشرقا إلى شمال إفريقيا باتجاه شمال إفريقيا، تخف تلك الحمولة، حمولة البغضاء والكراهية ومناهضة حقوق الكرد. يعني المواطن الإماراتي غير المتسمم بالموروث البعثي ما عنده أي مشكلة مع هذا العلم، يعني ما عنده أي مشكلة مع، يعني في بعض المعلقين بيقولوا لي أنت سوري ليش حاطط هذا العلم، لو كان العلم فرنسي أو إنجليزي أو بريطاني أو ألماني ما كان عمل له هاي الحساسية. هاي الحساسية من وين جاية؟ هو يعني هو لم يولد ومعه هذه الشحنة من الكراهية تجاه الأكراد، لا، اكتسبها من أنظمة التربية والتعليم، من المحيط البعثي الحاكم، البعثي المعارض، في كان في بعض في المعارضة كمان، يعني سواء في سوريا أو في العراق، بعثيين عراقيين أتوا إلى سوريا، بعثيين سوريين ذهبوا إلى العراق، وهذا كل هذا الشحن يعني اكتسبه المواطن وصار يتعامل هو ضمنا مع الثورة والمعارضة على نظام البعث، لكن في تصوراته للمسألة الكردية ولمسألة الأقليات هو خلص يعني يتبنى تصور البعث وآليات الإنكار يتبناها، ويحاول أن يلتمس لها الأعذار والمبررات ويكررها أحيانا بعلم وأحيانا بجهل. وبالتالي يعني تسأل المواطن الآن، إذا عملنا دراسة ميدانية ونزلنا على الشارع في بغداد أو الشارع في دمشق وتحدثنا عن الأكراد، أو إذا رحنا عملنا يعني تحقيق ميداني مع بعض المثقفين أو بشكل عشوائي، يعني نسأل العوام، ما نخلي المثقفين على جانب، الساسة والمثقفين، مستويات تفاعل مع الكرد كيف سيكون؟ يعني أؤكد لكم أنه كلما اتجهنا جنوبا نرى يعني الحمولة البعثية والموروث البعثي خف في مسألة التعامل مع الكرد. يعني في 2019 أنا كنت في فلسطين، ويعني على هامش ملتقى الرواية العربية اجتمعنا بالرئيس الفلسطيني محمود عباس أكثر من ربع ساعة، والاجتماع كان يعني يمكن مدته نصف ساعة أو أقل أو أكثر. أستطيع أن أؤكد أنه أكثر من ربع ساعة أشاد بالأكراد، وتحدث محمود عباس عن أكراد فلسطين، أكراد الخليل، اللي منطقة الخليل، اقتصاد فلسطين واقتصاد السلطة الفلسطينية مركز على منطقة الخليل، ومعرفين يعني الخلايا اللي عند الفلسطينيين أنه شوي عنيدين يعني وأصحاب شخصية ومن هل شيء. وتحدث عن أكراد القدس وأكراد صفد، وحتى قبل فترة يعني تواصل معي البعض من منطقة غزة وأصولهم الكردية. يعني فهذا التعامل العنصري البعثي ما يعني قل ما نجده. ومسألة صدام حسين لأنه رمى كم صاروخ على إسرائيل صار يحظى بشعبية لدى الفلسطينيين، إذا ما رمى الصواريخ الفشوش على إسرائيل، صواريخ سكود بمطلع التسعينات، لما حظي بهذا الموضوع. أنا زرت، وهي أؤكدها لي، السوريين الأكراد قبل العرب، زرت متحف
الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، وشفت أرشيف الصور ولا صورة تجمعه مع صدام حسين، رغم أنه التقى عشرات المرات عديدة مع صدام حسين، وهنالك صور لياسر عرفات مع صدام حسين يعني منتشرة على اليوتيوب على السوشيال ميديا، لكن في متحف ياسر عرفات الرسمي أنا ما شفت. لماذا لم يصار إلى وضع صورة كجزء من أرشيف، يعني جزء من تاريخ الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات؟ ما شفت. كثير من الأكراد يقولون ياسر عرفات قال كذا وقال، أتريدون أن موقفه من صدام حسين ومجزرة حلبشة، أتريدون أن صدام حسين يرشهم بالورد؟ طبيعي رح يرشهم بالكيماوي. طبعا هذا كلام غير دقيق وغير موثق، كلام يقال ويكرر يعني يصار إلى تداوله وكالنار في الهشيم، وتعب أقنع الأكراد أنه هذا الكلام غير دقيق، لأنه أنا قاري في مذكرات السيد مسعود البرزاني وأعلم الخدمات التي قدمتها حركة فتح للحزب الديمقراطي الكردستاني، وأعلم الخدمات اللي قدمتها الجبهة الشعبية لجلال طالباني وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كحزبين رئيسيين كردين، أنا أعلم هذه التفاصيل. لكن تعال أقنع الغوغاء والحشود اللي في الوسط الكردي أنه هذا الكلام مش صحيح، أنه تعال أقنعهم خلاص، ترسخ في ذهنهم أنه ياسر عرفات يكره الكرد، مش صحيح هذا الكلام. لا ياسر عرفات لا الحركة الفلسطينية تكره. حركة حماس لديها مواقف سلبية من الكرد، نعم نتيجة علاقتها مع إيران، نتيجة علاقتها مع تركيا، هذا يعني لا يخفى عن أحد. بإمكاني فيما يتعلق بمنظمة التحرير وحركة فتح والجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية أن أكون محامي دفاع عن هذا الحيز من الحركة الوطنية الفلسطينية، لكن يعني حماس ما حدا في يدافع عنها فيما يتعلق بالموقف السلبي والنظر إلى المسألة الكردية بعيني صدام حسين أو بعيني الخميني أو بعيني أردوغان. هذا قولا واحدا. إجمالا يعني فيما يتعلق بالمسألة الفلسطينية، راح من الأكراد في سوريا وفي العراق وحتى من تركيا المئات شهداء ضمن الحركات الوطنية الفلسطينية، والحركة الوطنية الفلسطينية بتعرف من أحمد جبريل اللي كان موالي لنظام الأسد إلى ياسر عرفات اللي كان مناهض لنظام الأسد والأسد غير مرتاح لياسر عرفات، إلى الجبهة الشعبية إلى الجبهة الديمقراطية، دائما كان هنالك أكراد منتسبين إلى هذه الفصائل ويقاتلون دفاعا عن الأرض الفلسطينية، عن القضية الفلسطينية، عن الحق الفلسطيني. هؤلاء لم يكونوا جهلة، هؤلاء كانوا يعني كرد وصلاء وراحوا شهداء، أكراد راحوا شهداء دفاعا عن القضية الفلسطينية. طيب ماذا فعل؟ يعني عشرات الناس راحوا وتخابروا مع الإسرائيليين من السوريين من العراقيين من الفلسطينيين من اللبنانيين من الأردنيين من، أنا أتمنى من بعض هؤلاء الذين يكونون الكراهية للكرد أن يذكروا لي أسماء خمس أشخاص تخابروا مع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ضد الشعب السوري، ضد الشعب العراقي. للتاريخ، وهي مذكورة، هي مذكورة وموثقة. في 73 في حرب 73 طلب الإسرائيليين من الملا مصطفى البرزاني فتح جبهة ضد العراق، رغم أنه يعني ما مستوى فعالية العراق في حرب أكتوبر وقت ذاك على إسرائيل ما كان فيه، لكن الإسرائيليين طلبوا من الملا مصطفى البرزاني فتح جبهة
ضد العراقيين وضد العراق المل مصطفى رفض. رفض الطلب الإسرائيلي. رفض ملا مصطفى دفع الـ 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 الإسرائيليين واللوبي الصهيوني في أمريكا إلى إعادة النظر في مستويات العلاقة مع الملا مصطفى البرزاني، والعلاقة كانت موجودة من 65 لا يعني لا منتصف قبل حتى قبل 75. هذا السلوك الرافض لإسرائيل وعدم الاستجابة للرغبة الإسرائيلية، هنري كيسنجر صار يعمل مفاوضات ما بين صدام حسين والتوقيع الاتفاق على اتفاق الجزائر. لذلك أقول إنه الشريك الخفي في صياغة اتفاق الجزائر وتنازل صدام حسين لشاعران عن شط العرب وهزيمة الثورة الكردية في 75، مهندس هذه الاتفاقية هو إسرائيل، لما يمثله هنري كيسنجر من وزن ضمن اللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة الأمريكية. أنا أحاول أن أفهم يعني مبررات كل هذه الـ يعني مستويات خطاب الكراهية الموجود في الأوساط السورية ضد الكرد. يعني الكرد شو ساووا؟ طيب لنقلب الموضوع، نعكسه، لنفترض انه اسم هذه الدولة التي تشكلت في 46، لنفترض انه اسمها كردية مش سوريا، لنفترض انه اسمها الجمهورية الكردية السورية، افترضوا معي يعني، وأن الحكومات المتعاقبة على إدارة هذه الدولة هي حكومات كردية، وقامت بإجراء إحصاء وأنكرت وجود العرب. هذه الجمهورية الكردية، جمهورية كردية أو الجمهورية الكردية السورية، أنكرت وجود العرب وأنكرت التنوع القومي والإثني والطائفي في كرديا، في الجمهورية الكردية السورية أو جمهورية الكردية، جمهورية كرديا بصرف النظر عن التسمية، وجرد العرب من الجنسية الكردية، واللغة العربية كانت ممنوعة، والثقافة العربية كانت مقموعة، والمواطن العربي محروم من الاستفادة من الثروة، والصحافة الكردية ممنوعة، والأحزاب الكردية ممنوعة، عفوا الأحزاب العربية والصحافة العربية ممنوعة، والسجون الكردية مملوءة أو ممتلئة بالمعارضين العرب اللي بيطالبوا بحقوقهم وبيحاولوا يعني يوثقوا ويؤكدوا المظلومية العربية في الجمهورية الكردية على مدى 30 40 50 60 سنة. صعب. في هذه الجمهورية الكردية هنالك أيضا معارضين أكراد، لكن هذه المعارضة الكردية للجمهورية الكردية تختلف مع السلطة وتريد استلام السلطة، لكن تتفق مع الجمهورية الكردية في سلوكها العنصري والفاشي من العرب. يعني نحاول أن نعكس، يعني نحط العربي ظالما ومظلوما محل الكردي. يعني في كثيرين بيقولوا ايه كلنا سوريين وكلنا اكتوينا بنيران البعث وما في داعي نحكي وما في داعي كذا، يعني مش صحيح هذا الكلام. مش انت امتى متى ستفهم حقيقة المظلومية الكردية؟ عندما يمنع كتابة اسمك مثل ما منع كتابة اسم هوشان غوسي في السجلات الرسمية في 76، عندما تكون مجردا من الجنسية وتروح على أوتيل وما حدا بيستقبلك من الأوتيلات لأنه أنت ما عندك هوية، عندما تكون محروما من التوظيف،
عندما تكون محروما من التعليم، كل هذه التفاصيل، حتى عندما تكون محروما من تثبيت زواجك في السجلات الرسمية وأولادك يسجلوا باسمك، كل هذه التفاصيل إذا أنت عشت نصف من هذه المستويات راح يعني ستعلم ما هي المظلومية الكردية، لكن أنت لم تعشها. أنت كنت يعني مواطن عربي، نعم محروم من الحقوق الديمقراطية، لكن مش محروم من حقوق أخرى. لك كل الحقوق، يعني بس أنه ما تعارض النظام، لا تختلف مع النظام. فهل ليش هيك بيحس المعارض السوري لما بتقول له تفاصيل المظلومية الكردية على المستوى الدستوري، على مستوى الحقوق القومية؟ بيقول شو حقوق قومية؟ بتقول له على المستوى السياسي شو حقوق سياسية؟ ما عندهم حقوق سياسية. على المستوى الثقافي يعني حقوق ثقافية، يفتحوا راديو، يفتحوا جريدة، مجلة وكذا، والمسائل هاي يتحسس وهو على ضفة المعارضة. يعني إذا صار بالسلطة مثله مثل البعث الحالي الأسدي الموجود في السلطة. طيب تطالبون الأكراد بالانخراط في عملية قلب نظام الحكم دون تطمين هؤلاء الأكراد، دون ضمان حقوقهم، في حتى على مستوى الأوراق. يعني شفنا الأكراد العراقية في مؤتمرات ووثائق وبعد، والكل اعترف بالفيدرالية قبل سقوط نظام صدام حسين، لكن بعد ما سقط صدام حسين صار يتنصل من وعود ومن توقيعات. حتى لولا الأمريكي لربما الآن الأكراد العراق ما حصلوا على جزء من حقوقهم، مش كل حقوقهم، مش كلها، جزء مهم من الحقوق الكردية في العراق لولا الأمريكي. هي ما بيختلف عليها اثنين. السنة اللي كانوا يعارضوا سنة سوريا، خليه يشوفوا ويعرفوا، يعني السنة الذين كانوا يعارضون الفيدرالية واشتركوا في الخندق الشيعي المناهض للفيدرالية، الآن من الذي حماهم أثناء الحرب الأهلية والحرب على الهوية في 2007 2008 2000، حتى يعني كل معارض سني بيهرب من بغداد لوين بيلجأ؟ أول شيء بيجي على كردستان. كردستان تحتضنه. هذا العلم اللي كان يعني المعارض السني يشتم هذا العلم ويهين هذا العلم، هذا العلم احتضنه وحماه من الطغيان الخمينوي الشيعي تحت مسميات عراقية. طيب السنة في سوريا كمان يعني شو شافوا من الأكراد؟ هل كراهية من وين جابوها؟ يعني من أين أتتهم؟ يعني بنلاحظ في نفس الكلام الذي يقال في حق الأكراد لازم نسمعه في منطقة الخليج، ما وبيخجلوا. نفس الكلام الذي يقال للأكراد في مستويات أخرى من السوريين، وحتى يعني خلينا في الواقع السوري، يعني على بلدان الخليج يقال بدو ما بعرف شو، يعني يستصغرونهم وينظرون إليهم نظرة دونية. لك يا بني آدم هؤلاء البدو أسسوا دولة هي حاليا مثال يحتذى به، في مش بس في منطقة الشرق الأوسط بل في العالم. أنت نظامك البعثي العفن شو سوى في العراق وفي سوريا؟ هل قدم لنا نموذجا يعني نصف ما هو موجود في الإمارات، ربع ما هو موجود في السعودية، ثلث ما هو موجود في قطر والكويت؟ أنتوا شو سويتوا يلي شايفين حالكم على أساس أنتوا متمدنين وحضارة والباقي العرب الأقحاح بدو وما بعرف شو؟ هذه النظرة الدونية والاستصغار والاحتقار التي ينظرون بها إلى الكرد هي نفسها النظرة التي ينظرون بها إلى أهل الخليج. هذا
يعني. وأنا أشوف أحيانا مثلا حتى يعني هذا المستوى من الكلام موجود حتى عند النخب الثقافية، جوائز الخليج وجوائز البترول وجوائز بول البعير، وهل الكلام القميء السمج والتافه يعني. يعني أنا أذكر وسمعت من السوريين تلك النظرة للفلسطينيين، تلك النظرة. أنا عشت في الشام 10 سنوات، الشكوى من من الفلسطينيين اللي أتوا في 48 وال 67 أنه الوظائف والمؤسسات والسوري ما له شيء، الشكوى مش حتى من السوريين، النظرة الدونية للسوريين النازحين من منطقة القنيطرة والجولان هي كانت موجودة في دمشق، وبيطلعوا عليهم على أنه خدامات، وبيطلعوا عليهم نظرة دونية ونظرة كتير سلبية، سكان العشوائيات وسكان المخيمات ومخيم الوافدين. هذا التعامل القميء والتافه من يعني سكان دمشق في الحسينية وفي مخيم الوافدين في مخيم جرمانة، هذا أنا شفته، رأيت رؤية العين من قبل العرب اللي أو اللي بيشوفوا عنه هن عرب أقحاح، إذا شافوا الدي إن آه تبعون أبصر شو راح يطلعوا. آخر واحد فيهم هذا اللبواني من منطقة الزبدان، لك اسم الزبداني مش عربي، وإذا أنت رحت دورت في تحريت راح تلاقي عوائل كردية أصيلة في منطقة الزبداني، نازل وقاعد وكذا ومكيف في السويد وتشنيع وتخوين وشتائم في الأكراد، وفي شبيحة وقطعان الوطني والمعارضة ما بعرف شو بيزقفوا له، ويعني يمونوه بوقود الكراهية بالإعجابات وبالدعم، يعني كارثي هذا المستوى. طيب المفردات المتداولة في هذا الخطاب، خطاب الكراهية، خطاب الكراهية بين قوسين العربي تجاه الكردي، أغلب أو السائد في هذا الخطاب تكرار بعض المفردات، الأكراد قرباط ونور، وحتى اللبواني جايب لي مشهد من فيلم وثائقي على الجزيرة بيقول اللغة القرباطية هي خليط من اللغة العربية، العربية يذكر الشخص العربية والهندية والكردية اللغة، لكن هو يتجاهل كل تفاصيل التشكيلة اللغة القرباطية وبيركز على أنه ذكر كردي، إيه بس هو ذكر عربي كمان، لم يتجاهد مع احترامي له يعني الشخص الذي ظهر في الفيلم الوثائقي. يعني أنا أحترم القرباط بشر، يعني في قرباط يعني القرباط الذي يحترم القانون ولا يعادي أحد ولا ينشر خطاب كراهية ولا يكن البغضاء لأحد، أحسن من 100 واحد مثل اللبواني. القرباطي الموجود، القرباط موجودين في المناطق الكردية في المناطق العربية في منتشرين في العالم، القرباط أسسوا دول في شرق أوروبا، أغلبية المجر والرومانيا الغجر، وموجودين في 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 بلغاريا كمان، أسسوا دول حاليا يعني المئات ربما الآلاف من المتمدنين السوريين بيعيشوا في هذه الدول اللي هي بشكل أو بآخر بشكل مباشر أو غير مباشر محسوبة على الغالبية فيها غجر. الأكراد قرباط، هيك بيطلع لي واحد مثلا من إدلب أو من حلب أو من حماة أو من دمشق ويكي بيحكي
لك يا بني آدم أنت عارفان شو عم تحكي؟ إذا الأكراد قرباط بيطلع لك صلاح الدين قرباطي، ابن خلكان قرباطي، مين كمان؟ ابن تيمية اللي أنت المرجع تبعك، المرجع الحنابلة وأهل السنة والجماعة وال يعني فرقاء الإسلام السياسي، المرجع تبعك ابن تيمية بيطلع قرباطي. شو كمان بدك من ال إذا الأكراد هن قرباط؟ القرباط حرروا لك فلسطين، حاربوا الصليبيين، منعوا يعني هذه البلدان لأن يعني حافظوا على الدين. هؤلاء اللي أنت بتساويهم قرباط يعني. شو كمان بيقول عنهم؟ بويجية. لك شو يعني أحيانا لما بشوف هيك كلام بضحك وتأسف. لك شو بويجية؟ يعني إذا الأكراد بويجية معناته محمد كرد علي رئيس مجمع اللغة العربية أو أول مجمع لغة عربية في 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 الشام، بويجي. خالد بقداش اللي سوالك الحزب الشيوعي السوري وأحد أبرز وأهم يعني أركان الحياة السياسية قبل البعث وقبل الإخوان حتى يعني، ف أو بفترة التزامن مع الإخوان، هو كردي بويجي. شو كمان؟ خالد تاجا بيطلع بويجي. أهم رموز الدراما السورية والسينما السورية، عبد الرحمن آل رشي بيطلع لك بويجي، منى واصف تطلع بويجية، شو اسمها هي كمان كاريس الفنانة السورية، كثيرين هدلون اللي على مستوى أدهم الملة بيطلع بويجي. انت عارفان شو عم تحكي؟ هلا اتركونا من اكراد حلب، خلونا باكراد دمشق. هدلون اذا الاكراد بويجي وكذا، يعني شو بويجي؟ شو بويجي؟ صرماية بويجي واحد محترم اشرف من 100 واحد عنصري وفاشي ولابس جرافي ولابس كندره ملمعه. شو بديك بكندرة العنصري الملمعة اللي جوات راسه كندرة محترية، صباط محتري، صباط أبو قاسم الطنبوري موجود في براسه. شو بويجي؟ بويجي كمان إنسان يعني هلا بالعرف الديني والعرف الإنساني والإسلامي عيب عار، هيك تسميات عار. اللي بيحكي هيك كلام ما له علاقة بالدين الإسلامي، ولا تنابزوا بالألقاب. في عشرات الآيات التي يعني تنهى عن هيك سلوكيات مشينة خارج الدين، خارج العرف الديمقراطي، خارج العرف الليبرالي. اللي بيحكي هيك كلام خطاب كراهية لا يعتبر حاله أنه والله مسلم. لا فرق بين عربي وأعجمي إلا بالتقوى. مش قال بالمهنة أنه اللي بيشتغل بويجي والله شخص لا يدخل الجنة، القرباط مكتوب على باب الجنة، القرباط لا يدخلون الجنة. أما أصحاب الأفكار الفاشية والعنصرية مثل اللبواني أو غيره، هؤلاء يعني لهم صدر الجنة الوجاهة. في هيك شيء؟ ما في هيك شيء، عيب. يعني هل خطاب الكراهية يرتد على لا على أصحابه؟ عملاء ذكرت، يعني شو عملاء؟ يعني جيبوا لي يعني مشاكل اللي صارت في سوريا، الاستبداد، القمع، الفساد، وصول حافظ الأسد، الانقلابات اللي صارت هاي في سوريا، يعني هذا كله سبب الأكراد. هزيمة العرب عموما والسوريين في 67 سببهم الأكراد. هزيمة الأخوان المسلمين
في صراع للوصول على السلطة في 89 80 81 82 لا نهاية الأزمة وقت ذاك، هل كان سببها الأكراد؟ انحدار الثورة السورية حاليا إلى الطائفية والاقتتال والشق المريع سببه الأكراد؟ شو عملاء؟ طيب يا تعا يا وطني يا محترم، تعا راح اجيب لك من الاخر. هلا قسد عندي عليها 7555 ملاحظه و 6999 انتقاد و 11333 شجب وإدانة، تمام؟ تعال المجلس الجيش الوطني تبعك، يعني فهمنا انه انت مرتزق وتابع للجيش التركي في عفرين، تمارس يعني تحافظ على الاحتلال التركي في عفرين، الكردية طبعا، السورية طبعا، تمارس هذا المهجرين قسرا، هذا يعني الناس البسطاء معروف وضعهم، أما المتسلطين على رقاب الناس وبيروحوا بيطالعوا الناس من بيوتهم ويحتلوا منازلهم مثل العصابات اليهودية مثل العصابات الصهيونية في فلسطين، لا هذا موضوع تاني، هذا ما له علاقة، مش يعني هذا توصيفه واضح. اثنين طبعا أنا لما بحكي هذا الكلام هذا واقع حال مش خطاب كراهية، أنا الآن أتساءل هذا الجندي اللي بالجيش الوطني شو له شغل يروح على ليبيا يدافع ويقتل دفاعا عن المصالح التركية، مش في تركيا في ليبيا، هذا المقاتل اللي بالجيش الوطني شو له علاقة يروح يقاتل الأرمن دفاعا عن المصالح الأذرية التركية في أذربيجان، هذا جيش وطني، يعني هذا الجندي اللي بيروح بإمكانه يلقي سلاحه ويهرب، يعني ما يقبل على حاله أنه يكون مرتزق. هل سؤال آخر، هل هنالك ضمانات إذا هذا الجيش هذا العنصر اللي في الجيش الوطني إذا راح على ليبيا أو راح على أذربيجان ومنطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها بين الأرمن والأذريين، هل هنالك ضمانات أن الجيش التركي ما يأخذ هؤلاء المرتزقة إلى كردستان العراق لكي يحاربوا أو يقاتلوا حزب العمال الكردستاني ويقتل هؤلاء الجنود الوطنيين السوريين في جبهة لا علاقة لهم بها؟ مين المسؤول عن الانحطاط والانحدار والحضيض هذا الوطني السوري؟ هذا توصيف واقع حال، هذا مش خطاب كراهية، يعني لما الواحد يرمي بلاء على الآخرين والحالة التي هو متمرغ فيها ويوصف الأكراد بأنه هن عملاء وهن خونة، طيب أنت شو مقامك شو محلك من الإعراب الوطني مع كل مع تراكم هذه السلوكيات؟ بيطلع لك يعني مفردة تانية من خطاب الكراهية، قلنا القرباط البويجية العملاء الخونة الملاحدة تكفير، صار خطاب تكفيري وهدر للدماء الملحد، يعني أنه مناهض للذات الإلهية وينكر الإسلام والأكراد، ما بيخصص بيعمم، هذا السلوك أيضا لا علاقة له بالفقه وكتب التراث، يعني أتمنى إذا واحد من المعارضين اللي بيتبنوا هيك خطابات يجي ويناقشني في جدوى حل القضية الكردية في سوريا أو في منطقة الشرق الأوسط على أساس ديني، والله العظيم لناقشه بالكتاب والسنة، يعني رح إذا مين بتكون
أي من مثقفي الـ 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 الإسلاميين يجي يناقشني أنه كيف فينا يعني المظلومية الموجودة أو المظلومية الـ 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 المظلومية الكردية كيف يمكننا أن نحلها إسلاميا بحيث يأخذ الأكراد حقوق القومية والوطنية والديمقراطية وال يعني بمنظور إسلامي، وراح يطلع هو مدان، ويطلع هذا الشخص الإسلامي مدان، وينبغي أن يكفر عن ذنوبه طالما هو يمثل الظالم وفق الشرع الإسلامي. يعني يا ريت يجيني واحد وأهلا وسهلا فينا نناقش كيف أنه هنالك فعلا مظلومية لاحقة بالأكراد في سوريا والعراق من في إطار ديني. أنا واثق من نفسي وواثق من المظلومية وواثق من السند الذي يعزز موقف الكرد في نيل حقوقهم بناء على التوجه الإسلامي. بيجيني واحد يساري، يا أهلا وسهلا، تعال يا حبيبي اليساري القومي أو اليساري تماما، يعني تعال أناقشك بكتب اليسار بمرجعيات اليسار، ماذا قال ماركس، ماذا قال لينين، ماذا أقطاب اليسار، الآباء المؤسسين للحركات اليسار في العالم فيما يتعلق بحركات التحرر وحق الشعوب في تقرير مصيره. بتقلي أنه ديمقراطي وليبرالي وكذا، أهلا وسهلا، تعال يا أستاذ الفاضل تفضل على لا يوجد يعني لا يوجد شيء في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، حق الشعوب في تقرير مصيره باستثناء الكرد، ما في هيك شيء. إذا بدك تحرم الكرد من حق مستويات حق تقرير المصير، هي من الاندماج ضمن هذه المجتمعات والكيانات أو الإدارة المحلية أو الحكم الذاتي أو الفيدرالية والاستقلال، يقرر مصير الأكراد، يقرر هذا حق منصوص عليه في 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 القوانين الدولية في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. ما في شيء إنه والله باستثناء، عم يحكي عن الشعوب حتى ولو كان قرباط ما فيك تمنعه بالقانون اللي أنت تنادي بها يا حضرة الديمقراطي والليبرالي. بمعنى أنه المشكلة أنه أنت مش عارف كيف تناقشون، يعني يا ريت أنه يكون لهم هوية واضحة. الإسلامي أحيانا بتشوفه قومي، والقومي أحيانا بتشوفه يساري، واليساري بتشوفه قومي وإسلامي، يعني ما في شيء محدد لحتى يعني تحاول أن تضبط مستويات النقاش والحوار معه. ولكن في كل هذه التفصيلات مش مشكل، أنا جاهز يعني لأي نقاش في هذا الخصوص. بمعنى خطاب الكراهية اللي بيتهم الأكراد بأنه ملاحدة وما لهم علاقة بديني، هاي أنا بين قوسين يعني كردي ملحد، وأنا بإمكاني أناقشك بما تزعمه أنت من الدين الإسلامي الحنيف، بإمكاني أناقشك، وبالنهاية رح تطلع أنت الملحد، رح أنت تطلع خارج دائرة الدين الإسلامي بما تتبناه من خطاب كراهية للكرد، وبما تتمنى من سحق ومنع واستئصال لهؤلاء البشر. أما يكونوا خدم تحت أمرك وتحت ظلمك، مظلومين قانعين مذعنين لهذا الظلم، أهلا وسهلا، هذا هو مجمل مآلات استهداف الأكراد. أو إذا ثاروا على هذا الظلم بالقول والحجة والموعظة الحسنة حتى بيصيروا ملاحدة، أكثر من واحد بيوجه لي هذا الكلام أنه ملاحدة، لكن أنت بتعرفني أنا يعني
صلي ولا بصوم ولا بزكي ولا وشو لك علاقة بعقيدتي وإيماني؟ أنت خليك في الأفكار اللي أنا أطرحها، في الأسئلة التي أثيرها، ما لك علاقة بهالمسائل هاي. ترك الخلق للخالق، ملاحدة. شو كمان من المفردات الأخرى في خطاب الكراهية؟ انفصالي لك. وأحيانا هذا الخطاب يجمع كل هذه التوصيفات: قرباط، بويجية، عملاء، خونية، ملاحدة، انفصالية. أحيانا كل توصيف على حدة أو مجمل هذه التوصيفات في سلة واحدة، نسميها خطاب الكراهية الموجود في الأوساط المعارضة السورية تجاه الكرد. لا يمكن أن نفكك أو نؤسس لوعي وطني ولحراك وطني دون تفكيك هذا الخطاب، دون يعني ما هي مستويات وجاهة ومعقولية ومنطقية وموضوعية هذه التوصيفات الواردة في خطاب الكراهية، لحتى فعلا الأكراد يستحقوا هذه الكراهية. أنا يعني ساعدوني مشان أنا كمان أكره الأكراد، ساعدوني أنه أنا بالفعل يعني مخطئ، لا بالفعل أنه الأكراد قرباط ونتعامل معهم مثل ما تعامل هتلر اللي بيكره اليهود والمثليين والقرباط والغجر والمعاقين وكلهم على المحرقة. هذا اللي بيتبنى هيك فكر حد نازي. طيب بويجية، عملاء، خوني وكذا، أنا بدي أدلة لحتى أعرف أنه أنا بالفعل أدافع عن قضية خاسرة هي قضية الأكراد. بدي ما بدي كلام من فوق الأساطيح وكيفما اتفقوا وعدوانية وخطاب كراهية عربي يستجلب خطاب كراهية كردي ونبقى في هذه المعمعة وفي هذا المستنقع وبنحكي عن الوطنية وعن الديمقراطية. ما بتزبط هيك، ما بيزبط هيك حال من سيء إلى أسوأ. طيب بيقولوا لك انفصالي، أنا ما بعرف يعني الانفصال، يعني الانفصالية مش سبة. اللبنانيين ارتضوا أن ينفصلوا عن الشام، معنى ذلك أنه الانفصاليين اللبنانيين كلهم انفصاليين. السوريين انفصلوا عن دولة الوحدة مع عبد الناصر، هذا يعني أنه كل ما أتى لاحقا من 61 وبما فيهم البعث اللي بيقول أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، انفصالي، حكم انفصالي، حكم انفصل عن دولة الوحدة. حافظ الأسد وحزب البعث لما أتى للسلطة لم يعد يعني تأسيس الوحدة في 58. مين اللي يعني شرعنوا وأسسوا للانفصال في سوريا؟ الظلم. مين؟ ظلم الحكم الناصري وتبعية الكثير من السوريين للناصري مثل عبد الحميد السراج. هذا اللي خلق الدافع عند السوريين لحتى ينفصلوا عن المصريين. هذا الظلم اللاحق بالسوريين ضباطا وشعبا وكل هذه المؤسسات نقطة في بحر الظلم الذي لحق بالأكراد في سوريا، نقطة. والأكراد في سوريا لم يرفعوا يوما سلاحا في وجه نظام البعث والحكومات السورية أبدا. طيب من وين جاءت تهمتها الانفصالية؟ هذا اللي بيصف الأكراد بالانفصاليين على يجيب لي شيء حزب انفصالي حاول أن يتمرد على النظام مثل ما حاول الأخوان المسلمون والطليعة المقاتلة، حاولوا بس الأكراد لم يعني ما استخدموا لا العنف ولا في خطابهم السياسي دعوا إلى الانفصال عن سوريا. الأردن انفصلت عن بلاد الشام. رح يجي واحد يقول لي هذا بحكم الاستعمار وما بعرف شو. حبيبي الاستعمار راح وحزب البعث موجود في الأردن وموجود في سوريا
وموجود في العراق. طيب إذا حزب البعث الموجود في الأردن ما كان رضيان، والأخوان كمان موجودين في الأردن وموجودين في سوريا، إذا حزب البعث مو رضيان عن سوريا يلتحق بالعراق مثلا، يشكل وحدة مع العراق. إذن هذا التوصيف الانفصالي حقيقة وواقعا وسياسة موجود في العالم العربي، الكل انفصل عن الكل. ما تجي تتهم يعني طبعا لأنه أنا أرفض التوصيف هذا، فأنا لا أقول عن اللبنانيين انفصاليين، رغم أنه الانفصال مش صبه مش مشين، وهذا والله انفصالي يعني على أساس أنت الوحدوي يعني عملت لي البحر طحينة وبلطت البحر يا وحدوي، على أساس يعني أنه أنت وحدوي. البعث في العراق نفس البعث نفس الحزب انفصلوا وتقاتلوا، فإذا مين يعني العراقيين ينظرون إلى السوريين على أنه انفصاليين، طبعا البعثيين، والبعثيين ينظرون إلى العراقيين على أنه انفصاليين. فما تجي تلبسني توبك، فأنت مش بس انفصالي، أنت بتطلع أصنص الانفصالية، انفصال العرب عن العرب، بعث عن البعث، كل هذه التفاصيل الانفصالية مشبعة عندك. فأكراد انفصالية، الدول الاسكندنافية كانت وانفصلت عن بعضها، يعني هلا السويد بيجي بيقولوا للدنماركيين ولا النرويجيين يا انفصالية، شو هالجهل؟ وأغلب اللي بيحكوا هذا الكلام موجودين في البلدان الأوروبية وبيحكوا أكراد انفصاليين على أساس أنه عم يشتموا الأكراد. هذه ليست أولا ليست شتيمة أبدا، لما لكن مش حقيقية، ما لها وجود. ورغم حق الأكراد في الانفصال لهم حق، ويتنازلون عن هذا الحق. ملا مصطفى البرزاني شو كان سقف مطالبه؟ الديمقراطية للعراق والحكم الذاتي لكردستان. بعد سقوط صدام حسين أو بعد حرب الخليج الثانية صاروا بيطالبوا بالفدرالي، عمل استفتاء على الاستقلال، الكل عارض، والشعب الكردي بأكثر من 90% قال نحن مع الاستقلال، مثل الاستفتاء اللي صار في كتالونيا في إسبانيا، النتيجة كانت محل الاستقلاليين مع الانفصاليين. لكن مسألة مو بس الفيدرالية صارت مكروهة مو شيطانة، الانفصالية مكروهة مو شيطانة، يعني كل هالمستويات التعامل أو مستويات الخطاب، خطاب الكراهية في الأوساط العربية ضد الكرد، ضد قضية، ضد وجود القومي، ضد مطالب، ضد شرعية هذه المطالب ووطنية وديمقراطية هذه المطالب، مبنية على هذه المستويات. قرباط، بويجية، عملاء، يعني إذا ما كانوا قرباط بيصيروا بويجية، إذا ما كانوا بويجية عملاء، إذا مو عملاء خونة، وإذا مو خونة ملاحدة، وإذا مو ملحد كمان مؤمن فهو انفصالي. فيا كردي نقيلك شيء شغلة من المتتالية في خطاب الكراهية الموجود ضدك. أنت ما من وين بدك، لوين بدك تهرب يا كردي؟ لوين بدك تهرب؟ إذا ما بتطلع قرباطي بتطلع بوياجي، إذا ما بتطلع بوياجي بتطلع عميل، وإذا ما كنت عميل والخائن نفس الشيء بتطلع ملحد. يعني أنت وطني ما نك عميل وما نك خائن، لكن أنت ملحد. إذا ما نك عميل وما نك خائن وما نك ملحد بتطلع انفصالي. دائما هنالك شيء يلاحقك في هذا الخطاب، خطاب الكراهية تجاه الكرد موجود أحيانا وغالبا بجهل، وأحيانا بعلم وعن سابق إصرار وتصميم وترصد. أنه شو ما صار نطالع الكردي هيك. هلأ أنا ضد عملية التكريد، حتى ولو كانت عملية التكريد هي
الفعل المعاكس للتعريب. أنا أرفض التعريب رغم أنه أنا بحب العرب وأحب اللغة العربية وأكتب بها ولي صداقات يعني كثيرة لا يمكن أن أحصيها في العالم العربي. من كيف حصلت عليها؟ من خلال اللغة العربية وكتابة الأدب والكتابة في الصحافة العربية. ويعني أنا لكن أنا ضد التعريب، ضد التعريب في الأمازيغ، ضد التعريب في النوبة، ضد التعريب في أماكن كثيرة، يعني في سوريا في العراق. وأنا ضد التكريد كمان، يعني واحد كردي بيجي يعمل لي دير الزور كردية، لو تعالون شو كردية، يعمل لي الرقة كردية، ما بتزبط هاي، ما بتزبط يعني. لكن بيجي لي واحد تاني بيلغي الوجود الكردي كله، يا أخي حتى لو كان الوجود الكردي، يعني خلونا بداية الـ يعني القرن المنصرم، لا حتى لو يعني الحرب العالمية الأولى حطوها على جنب، الحرب العالمية أنا ذكرت في الفيديو السابق، فيديوهات سابقة تفاصيل حول هذا المسألة، حتى لو كان الوجود الكردي أول كردي وصل لسوريا لنفترض سنة 1950، وهذا الكردي الوحيد اللي وصل لسوريا سنة 1950 في بداية حقبة الاستقلال، تحول لعشرات الألوف، تحول إلى ما يقارب 1,000,000 وأكثر، 2,000,000 على أقل تقدير من سنة 52. هل تكاثر الكردي والانفجار الديموغرافي الكردي صار نتيجة أن واحد مهاجر دخل على الأرض السورية وكان في تجانس كلهم عرب وما في ولا كردي وصار هذا الانفجار؟ عزيزي صديقي أخي شريكي العربي المحترم الفهمان العاقل، حتى يعني مع ذلك فالآن الأكراد جزء أصيل من النسيج الاجتماعي السوري. حاول أن تبحث عن حلول للقضية الكردية بموجب الاتفاقيات الدولية، ما تفرض على الكردي أنه مشان يستحق منك الوصف الوطني أنه يتنازل، ولا تتوقع. وإذا شفت من الكردي تنازل كمان، أنت كمان لازم تتنازل. يعني إذا أنت كتير حريص على الخطاب الوطني والمندمج الوطني، الأكراد يتخلون عن بعض حقوقهم الوطنية أو القومية، والعرب كمان ينبغي أن يتخلوا عن بعض حقوقهم، ونصل يعني سياسة منتصف الطريق، والأف اللي إلها اثنين يشيلوها اثنين، هاي سوريا يشيلوها الأكراد والعرب معا لكي نحقق مفهوما وطنيا، تصورا وطنيا، دولة وطنية، مجتمع مشبع بالروح الوطنية قام على التنازلات. ما تطلب بس من الأكراد أنه يتنازلوا، أنت كمان مطالب بالتنازل. إذا أنت حريص كتير على هذا الوطن، أنت تتنازل للوطن مش للكرد. أنت الاستمرارية ديمومة عجلة الوطن الديمقراطية والوطنية ينبغي أن تتنازل لكي تطمئن الأرمني والتركماني والشركسي والكردي. ينبغي أنت كمان تتنازل من بعض هاي الشحنة أو الدوغما العقائدية العروبية هاي المتبعثينية المتأسلمة، يعني فيها مستويات متعددة من الطبقات والتكلسات، لازم تتنازل عنها إذا أنت كتير حريص. يعني هل ليش هيك أحيانا المعارضين السوريين بيعتبروا حالهم أنه يمثلون الدولة والدولة لا تمثلهم؟ يمثلون الدولة وذهنية الدولة وتعامل الدولة مع الأكراد، بس في هاي الجزئية
هني مع الدولة قلبا وقالبا، لكن فيما يتعلق بتداول السلطة والقضايا الأخرى المتعلقة بالواقع السوري لا، هني معارضين للدولة وبيرفعوا السلاح ضد الدولة وبيستهدفوا مؤسسات الدولة. هيك يعني مسموح. تتذكروا ب2004 لما صار أحداث القامشلي 12 آذار، الكل نخب معارضة إعلان دمشق على إعلان حلب على إعلان اللاذقية على إعلان درعا، كل هاي الإعلانات اتفق الأكراد يستهدفون مؤسسات الدولة. نعم صار تخريب، لا أنفي ذلك، صار تهديد. لكن وقت ما صار الأحداث في سوريا وانقلب الموضوع إلى عنف ومسلح، مش بس جرى استهداف مؤسسات الدولة، لا يعني جرى استهداف الدولة ككل ككيان، وأنه هاي دولة، دولة البعث ودولة الأسد وكذا. في جانب صحة في هذا الكلام، لكن كلام حق يراد به باطل. إذن مستويات الكراهية كيف يمكن يعني أن نخفف منها؟ بالمناقشة، بتفكيك هذا الخطاب، بمحاولة يعني نشوف. أنا بحاول أن لاقي أو أساعد هؤلاء العنصريين أنه فعلا كلامكم صحيح، عم دور أنا أحاول أن أساعدهم يعني أنه كلامكم صحيح، وأحاول أن أبحث لهم عن لكي أقتنع بمشروعية كراهيتهم ضد الأكبر. ما بلاقي. فشلت في التماس الأعذار، لأنه ما في عذر وما في سند، ما في يعني الأكراد خوني لك، شو خانوك؟ في الحضارة الإسلامية كانوا معك، في تأسيس سوريا كانوا معك. إذا بتقول عن الأكراد قرباط وبويجية، بيطلع إبراهيم حنانو قائد ثورة الشمال بويجي وقرباط، وأحد أهم رموز الكتلة الوطنية في سوريا بيطلع بويجي وقرباط وخائن وملحد وانفصالي. عيب هذا الكلام، عيب هذا الكلام، يعني لا طائل منه. يعني أبرز وأول الخاسرين من هذا الخطاب يعني ستكونون أنتم. أنتم تدفعون الناس نحو الانفصال، تعزيز خطاب يعني الكراهية في الوسط العربي سيعزز خطاب الكراهية في الوسط الكردي. خلاص يعني كيف فينا نعيش مع واحد يكن لي كل هذه البغضاء والكراهية؟ كيف بدي أعيش معه؟ كيف بدي أسس معه دولة وطنية وحياة وطنية مع واحد يتمنى لي السحق والمحق والموت والجحيم؟ في هذا المسعى أنا أحاول، مش لأنه يعني عم دافع عن خطاب الكراهية عند الأكراد، لا، سيكون لي وقفة أخرى مع الكردي وخطاب الكراهية، لا بالإقرار أنه خطاب الكراهية الكردي هو نتيجة مش سبب. وأنا ذكرت أنه لو كانت هذه اسمها كردية أو الجمهورية السورية الكردية، ويعني قلبت الموضوع يعني أنه طيب هل الأكراد فعلوا في العرب ما فعله النظام السوري العروبي البعثي بالأكراد؟ يعني طيب لو فعل النظام الكردي افتراضيا في العربي ما فعله النظام العربي في الشعب الكردي، لهلا كان العرب رفعوا السلاح ومن حقهم أن ينفصلوا، من حقه ينفصلوا عن هذه الجمهورية الكردية التي ظلمتهم وأنكرت وجودهم وهضمت حقوقهم، ويعني ما بتطلع لهم، لا تنظر إليهم نظرة شعب ونظرة هوية قومية مستقلة، هذا حقنا طبيعي. بس الأكراد ما سوي شيء،
مو لأنه لا يحق لهم، ومو لأنه لا 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 يمتلكون القدرة، لا يمتلكون، يمتلكون بإمكانهم يعني الحركة الكردية من 57، من 57 1957 وحتى الآن مسؤول كردي من الدرجة العاشرة ما راح إسرائيل، بينما في الأوساط العربية المعارضة حدث ولا حرج، والنظام الحاكم في سوريا كمان حدث ولا حرج، حتى الأخوان يعني. فما في مجال قيد أنملة للمزايدة على الأكراد. هذا الخطاب الكراهية من شو جاي، على شو بيستند، أي مستوى من المصداقية يستند؟ يعني لو شافوا من الأكراد الكوارث والهوايل والويلات، لكن نقول معقول، ممكن، ممكن يعني شيء يبرر هذا المستوى من خطاب الكراهية ضد الأكراد. ونحاول أن نفكك هذه الأسباب ليزول خطاب الكراهية في الوسط العربي ضد الكرد. يعني هذا العلم، هذا العلم، يعني أتتني تعليقات أنه أنت ليش بتحط هذا العلم؟ أنا ذكرت أنه لو كان علم بريطاني أو علم إنجليزي أو ألماني أو البلجيكا اللي أنا أحمل جنسيتها ما كان يعني رح يتحسس، بس لأنه هو هيك مشبع بمسألة مثل واحد لما بيتحسس من الأكل، كل شيء له علاقة بالكرد بيتحسس لك. هذا العلم الكردي يا حضرة الوطني السوري أقدم، ما شايف قديشه حلو، ألوانه حلوة، الأبيض والشمس والأحمر والأخضر، شايف هالانسجام الألوان. هذا العلم أقدم من علم جمهورية البعث تبعك، أقدم من علم الدولة الوطنية الأسود والأخضر والنجوم الحمراء، أقدم، أقدم. هذا العلم يعني تاريخيا، تاريخيا أقدم من علم اللي أنت بترفعه حاليا، يعني المعارضة وعلم الاستقلال أو العلم سنة 1950، وأقدم من علم جمهورية البعث الأسدية. فما تجي تتحسس من هذا العلم، علم حلو. يا ريت، يا ريت العلم الدولة السورية حاليا بجمال وبتاريخية هذا العلم. طبعا هذا ليس انتقاصا، ليس انتقاصا، لأنه علم اللي مرفوع حاليا في أوساط المعارضة كمان أنا كمان رفعته، ما عندي أي حساسية منه ولا أكرهه، لا أكره هذا العلم. بس لما بتجي تستهدف أعلام الناس، بيارق الناس، رموز الناس، سيأتيك الرد بحيث يعني لم تكن تحتسب. فخليك مع الأفكار ودع يعني هو شانغ أوسي ونظاراته ولبسه ويعني شكله وهيئته، ركز على ما أطرحه أنا من أفكار وناقش هذه الأفكار بهدوء، ويعني اهدى شوي، خفف من هذه الكراهية إن لم تستطع إعلان الطلاق منها، يعني خففها شوي، لأنه تتسبب في إلحاق الأذى بنفسك قبل إلحاق الأذى بالشريك الوطني الكردي معك في سوريا. سوريا مش لألك بس، سوريا للكرد وللعرب وللسريان وللتركمان والأرمن، سوريا للعلويين وللسنة ما في، ما في واحد يجي اللي والله انتو كذا وانتو دخلاء وانتو شو يعني رح تنسب لي نفسك للغساسنة. هاي الأرض اللي اسمها سوريا حاليا والأرض اللي اسمها العراق حاليا سابقا ما كانت أرض عربية، ما كانت، يعني كانت خاضعة للسلطة البيزنطية والسلطة الفارسية. أتى الفتح الإسلامي وجاء مع الفتح الإسلامي ومن جاء من قبائل واستقروا في هذه الأماكن، خلاص مش مشكلة صارت. فما تقول لي إنه والله تحكي لي أي واحد إذا بتروحوا هدلون
عنصريين في النظام وفي المعارضة، إذا بيكشفوا على الدي إن إيه تبعهم راح يشوفوا إنه ما لهم علاقة بالعرب. والغالبية من أصحاب الأفكار العنصرية يعني زكي الأرسوسي وميشيل عفلق، إذا بتدوروا على أصوله ما حتشوفوا إنه مش عرب. حتى في الضفة التركية نفس القصة، في الضفة يعني هذول المتطرفين القوميين أصول يعني مش هي نفس الأصول القوميات اللي هم متطرفون في دفاعهم عنها، سواء كان فرس أو كرد ربما أو عرب أو يعني حتى يعني في على زمن هتلر، يعني هتلر نمساوي مش ألماني، يعني رغم يعني تقاطع اللغة والتفاصيل الأخرى. على أمل أن أكون قد طرحت بعض الأفكار وأثرت بعض الأسئلة في محاولة ومسعى تفكيك خطاب الكراهية ضد الكرد، ومشروعية هذا الخطاب على ماذا يستند، ومدى يعني توازن أو مصداقية كل هذا الكلام الذي يقال في حق الكرد. ويعني العرب ما بيردوا، يعني النخب العربية بيجي يعني يا ريت شوف المثقفين العرب يردوا على هذا الخطاب انه يفككوه، يا اخي شو قرباط، تعال هون، يعني شو اكرات قرباط، انا مثلا زوجتي كردية، انا عربي زوجتي كردية، انت بتتهمني، يعني شو انا زوجتي قرباطية مثلا، انا امي كردية، انا عربي وامي ابي عربي وامي كردية، معناته ابي مصاهر القرباط. يعني حتى المستوى البسيط في مسائل المحاججة، يا ريت المثقف العربي يعني يقوم بدوره التنويري في الوسط العربي، شو بويجية، تعال هون، يعني شو كمان مسألة الخيانة والعمالة والملاحدة والانفصالية، هذه مهمة المثقف التنويري الديمقراطي الوطني. إذا ما بتشوفوا الوسط العربي مليء بمن يرد على خطاب الكراهية هذا، عرفوا انه في خلل، في مشكل، في مشكل في كل ادعاءات ومزاعم المسعى الوطني والوعي الوطني والحراك الوطني في الاوساط السورية.